بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أرجو أنه تسوون اشتراك بالقناة وتفعلون زر الإشعارات، وابقوا وياي. نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم فحص 12425 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 544545. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1958 إصابة في العراق موزعة كالتالي: في الرصافة 307، في الكرخ 194، في مدينة الطب 38، في النجف الأشرف 84، في السليمانية 164، في أربيل 85، في دهوك إصابة واحدة، في كربلاء 119، في كركوك 53، في ديالة 75، في واسط 39، في بابل 30، البصرة 248، ميسان 102، الديوانية 65، ذي قار 340 إصابة، الأنبار 4، ونينوى 9، وصلاح الدين 14، والمثنى 5. أما حالات الشفاء فوصلت إلى 1786 حالة: في الرصافة 241، في الكرخ 494، في مدينة الطب 23، النجف 32 حالة شفاء، سليمانية 23، أربيل 63، دهوك 6، كركوك 25، كربلاء 42، ديالة 12، واسط 17، البصرة 145، ميسان 138، بابل 90، وذي قار 382، والديوانية 21، والأنبار 22، وصلاح الدين 10 حالات شفاء. أما الوفيات فوصلت إلى 104 حالات وفاة توزعت كالتالي: في الرصافة 27، 4 الكرخ، 3 مدينة الطب، 1 النجف، 13 سليمانية، 1 أربيل، 3 كربلاء، 6 كركوك، 4 ديالة، 2 واسط، 5 البصرة، 11 ميسان، 5 بابل، و6 الديوانية، و7 ذي قار، و5 المثنى، وصلاح الدين حالة وفاة واحدة. أما بالنسبة لمجموع الإصابات فوصل إلى 49109، مجموع الوفيات 1945، مجموع حالات الشفاء 24760، أما مجموع الحالات النشطة فهو فقط 22404. هذا المؤشر يوضح أن عدد الإصابات بالمقارنة مع الأيام السابقة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، تلاحظون أنه في صعود ونزول. الأيام الأخيرة، الأسبوع الأخير كان شوية يصعد عندنا، اليوم البارحة وأول بارحة أحسن من الأيام اللي قبلها. أما عدد الوفيات فبالمقارنة مع الأيام السابقة فهو نوعا ما من الأحد، يعني الأيام صح يعني أرقام جدا عالية اليوم. أما بالنسبة لحالات الشفاء فاليوم هو ثاني أعلى إحصائية سجلت لحالات الشفاء في العراق منذ بداية تسجيل المرض. نسبة الوفيات المئوية من مجموع الإصابات 4%، نسبة حالات الشفاء 50%، ونسبة الحالات النشطة 46%. أما بالنسبة للإحصائية العالمية لعدد الإصابات فوصلت إلى 10,435,998، مجموع الوفيات 508,000، مجموع حالات الشفاء 5,694,000. طبعا لفت نظري شيء بهذا الموقع مال الإحصائيات، احنا عندنا مجموع الإصابات 10 ملايين، مجموع الوفيات كلها بهاي الفترة كليتها من 6-7 أشهر 500,000، ومجموع حالات الشفاء 5,600,000. أكو فد شيء يخص إحصائية البشر حول العالم، عدد البشر حول العالم 7,794,859,670 ذي يصعد. عدد الولادات هذه السنة 69 مليون، عدد الولادات اليوم 249,000، وعدد الوفيات لهذه السنة 29 مليون، وعدد الوفيات اليوم 104,000. فلهذه السنة احنا عندنا 29 مليون شخص توفى، 508 منهم 508,000، أو خلينا نقول 500,000 بسبب كورونا. أما بالنسبة لأكثر الدول تسجيلا للإصابات فأمريكا 1,683,000، البرازيل 1,370,000، روسيا، الهند، المملكة المتحدة، إسبانيا، البيرو، تشيلي، إيطاليا، إيران، المكسيك، باكستان، تركيا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، كندا، قطر، كولومبيا، الصين، السويد، إيجبت اللي هي مصر،
أرجنتين إلى آخره. العراق اليوم في المرتبة 32 دينافس الإمارات، الإمارات بيها 48 ألف إصابة، العراق 47 ألف لحد البارحة. إحنا اليوم إيش قد صرنا؟ صرنا 49 ألف. فإذا دخلت هاي الإحصائية مال العراق اليوم، فباشر راح تلاحظون أنه العراق صعد فوق الإمارات. الإمارات الإصابات اللي بيها 421 فقط، النيو كيسز يعني. هذا كل اللي عندي. في نهاية الفيديو أتمنى أنه تسوون اشتراك بالقناة وتفعلون زر الإشعارات وتخلون لايك للفيديو.